يقيم الاتحاد العراقي للقوس والسهام بطولة كأس آسيا للمدة من 6 إلى 12/5 بمشاركة أكثر من 16 دولة آسيوية. وهاي البطولة مهمة جدا لأن تعتبر أول بطولة للاتحاد الآسيوي تقام في العراق وبهذا الحجم وهذا المستوى من الأهمية. هذه البطولة تعتبر رسالة للوسط الرياضي الإقليمي والدولي. مفاد الرسالة بين هذه البطولة العراق قادر على تنظيم بطولة بهذا المستوى وهذا الحجم، والعراق آمن وقادر على تنظيم هيك بطولات. نشكر اللجنة المنظمة ونشكر أيضا العراق على تنظيم هذه البطولة، التنظيم جدا رائع. والبطولة طبعا فيها مستويات متفاوتة، بعض المنتخبات مبتدئة وبعض المنتخبات متمرسة، فهذا اللي صنع الفارق بين المنتخبات. منتخب الإماراتي منتخب حديث عهد بالرياضة هذه، ومعظم لاعبينا أول مشاركة لهم في مثل هذه البطولات القارية، فالحمد لله كان الأداء مرضي جدا وعند الطموح يعني، ولكن دائما نطمح للأفضل طبعا. لكن كخبرة اكتسبوا اللاعبين واللاعبات خبرة ممتازة من خلال الاحتكاك مع فرق قوية، حققوا نتائج ممتازة، فنتطلع إن شاء الله في البطولات القادمة إلى مشاركات أفضل وأفضل. بالنسبة لنا هذه أول مشاركة خارج الدولة، والحمد لله يعني جبنا نتائج الحمد لله، والمنافسة بين الدول الثانية كانت كتجربة لنا، وإن شاء الله نطمح للمزيد. والله يا اخي انا سعيد جدا انه اشارك في هذه البطوله وفي كاس اسيا بالعراق بالسلمانيه، وتختلف الفئات والمنافسات للفرق العربيه والفرق الاسيويه الشرق اسيويه، ونحن عندنا مستويات متفاوته على حسب المستوى، خاصه في الشرق اسيا مستوياتهم عاليه جدا، الرياضه عندهم فتره طويله مستمره في اللعب، يختلف شويه من الدول العربيه للتوقف جزء من الإعداد أو نقاط بسيطة من الإعداد مختلفة، لكن إن شاء الله الفرق قادمة، وهذه من البشريات إنه أول بطولة آسيا يكون في مجموعة من الفرق العربية مشاركة، وهذه جيدة جدا تكون في السلمانية، يعني عندنا حوالي 5 أو 6 فرق عربية، هذا مؤشر جيد إنه في المستقبل حيتطور وحيكون مستوى جيد للفرق العربية.